ببالكم اوكي، احنا قلنا طلاب، قلنا السيجنال تزداد مع ازدياد تركيز المواد الاضيفه. حتى بالنسبه للستاندر كيرف اللي هو معلمكم شلون ترسمون الستاندر كيرف طلاب، لكن بالنسبه للكومباتيتيف لا يختلف هنا، يعني كلما يزداد التركيز كلما السيجنال يقل. هو هذا الفرق بين اللي اخذناه للدايركت والاندايركت والساندويتش الايزر والكومباتيتيف. بس حتى تشوفون بالستاندر كيرف، يقول الستاندر كيرف بالكومباتيتيف الايزر يختلف تماما عن الستاندر كيرف بالنسبه للاندايركت والساندويتش الايزر اذا استخدمتوها بالمختبر لتشخيص وجود الفيروس. نبدأ محاضرتنا. السلايد واضح لكم ماما؟ واضح السلايد اني؟ طلاب وياكم هاني شير هسه بالنسبة للسلايدات. المفروض تكون واضحة يمكم. اي واضحة. واضحة. إذا المحاضرة دزتها كاملة بها حتى بها بالنسبة للكومباتيتيف كامل طلاب. بالنسبة للكومباتيتيف الأعزاء الطلاب، This test is used to measure the concentrations of any antigen in sample. بالنسبة للفحوصات الألازة احنا قلنا أما qualitative تقول للطبيب النتيجة positive أو negative، تغير عندك اللون حتى ما تحتاج تستخدم الستوب سوليوشنز اللي هو حامض يحول لك اللون من الأزرق للأصفر. طلاب ما تحتاجه، لمجرد انه تغير بالمقارنه مع الكنترول النيجاتيف. كل عينه لازم تسوي معها كنترول نيجاتيف ويعني بوزيتيف عن نيجاتيف حتى تعرف عندك الشغل صحيح. طلاب مجرد انه يتغير فانت تقول له اوكي هذا عنده، بس ما تحدد له كونسنتريشنز. الكونسنتريشنز يمتى نستخدمه؟ ابدا احدده، احدده اذا اني ابدا اتبع اعطيت المريض علاج. فالطبيب لازم يتبع حالته، وخصوصا بالنسبه للفيروسات اللي هي اتش اي في، فيروس الهيباتيتس بي فيروس، هيباتيتس سي فيروس، لازم يتبع حالته على مود يعرف، لان الفيروس حاله حال البكتيريا هم يسوي ريزيستنت للانتي فايرال دراج، هم يسوي مقاومه طلاب. فلذلك يجب ان يتبع حالته، ما يعطي العلاج ويقول له روح كمل العلاج، لا يقول له مثلا تعال ورا شهر خل اقيس الفيروس، يعني العلاج اشتغل على الفيروس. طلاب اذا ما اذا شاف نفس التركيز ورا فتره وبالتالي يقول له اتركه نبدل على علاج ثاني، لان الفيروسات حالها حال البكتيريا، البكتيريا تسوي ريزيستنت للانتي بايوتكس، الفيروسات تسوي ريزيستنت للانتي فايرال دراكس. بالنسبة للكومباتيتيف ألايزر قلنا هو فحص استخدمه لقياس الكونسريشنز. إذا احنا حتى بالنسبة لفحص الساندوش قلنا ديتكت اند كونسريشنز، إذا تتذكرون طلاب اثنيناتهم. إذا أما أحدد بيه أقول نتيجة بوزيتيف أو نيجاتيف، كواليتيتيف أو كوانتيتيف، الكوانتيتيف هو معناها أحدد الكونسريشنز. الكونسريشنز أحددها على أساس الساندر كيرف راح نتطرق له، لكن خلينا نكمل محاضرتنا مع الكومباتيتيف الايز بعدين نتطرق للستاندر كيرف. طلاب ان ان ذيس تيست انتي بودي از فيرست انكيوبيتد ان سوليوشنز والسامبلز. نروح راسا على خلينا نروح على الرسم، الرسم هذا كل شيء يوضح لنا. طلاب بالنسبه للكومباتيتيف الكومباتيتيف او الكومبتيشن هي معنى المنافسه. هاي المنافسة شلون طبقوها على الألايزة طلاب؟ كيف تم تطبيقها على فحص الألايزة طلاب؟ فحص هنا احنا بالنسبة للكومباتيتيف ألايزة أقدر أحدد بالكونسريشنز الخاص بالأنتيجين، وأقدر أحدد بالكونسريشنز الخاص بالأنتيبوديز. يعني بعض الاحيان اكو بعض انواع الفيروسات تحديد الانتيبوديز وهذا يعطيني انديكيتر على الفيروس قد موجود طلاب، او بعض الاحيان بالنسبه للفاكسينات اقدر احدده بالنسبه للانتي بودي كومبتيشن. بالنسبه هنا لكل طريقه من الطرق طلاب، احنا قلنا الكومبتيشن يعني منافسه، اكو منافسه طلاب.
هنا اقدر اطبقه بشكل دايركت، الكومباتيتيف الايزي اقدر اطبقه بشكل دايركت، واقدر اطبقه بشكل اندايركت، واقدر اطبقه بشكل الساندويتش. نجي لاول طريقه. طلاب الاسبوع اللي فات قلنا بالنسبه الى الدايركت الايزي، شلون اطبق الدايركت الايزي؟ طريقه العمل مالته اللي اتبعناها، اذا تذكرها حد يذكرها ماما؟ أنا مو تعرف شنو الفرق بيناته وبين الدايركت الخاص بالكومباتيتيف الايزي. شنو طلاب قلنا الويل؟ اوكي، شنو نضيف بالويل؟ ما حد يذكرها؟ اوكي، شنو نضيف بالويل؟ نضيف بالويل الانتيجينات الفيروس استخدمه بلازمه، لا تستخدم السيرم. لكن اذا اردت تستخدم الانتي بودي استخدم السيرم. يعني تريد تكشف عن الانتي بودي استخدم السيرم، تريد تكشف عن الانتيجينات الفيروس استخدم البلازمه. عندنا بالنسبه للدايركت اللي ذكرناها بالاسبوع الفات، قلنا احنا شنو عندنا الويل؟ ناخذ السامبل مال المريض، نضيفه ان احنا نريد نحدد الانتيجينات الموجوده بيه الطلاب. فاحنا هنا انا لما اخذ السامبل مال المريض ترى قاعد اخذ ميكستشر، يعني هذا السيرم بعدد كبير جدا من البروتينات، ترى كل حتى ناخذ ميكستشرز بالنسبه للدايركت والاندايركت والساندويتش. هنا طلاب طبعا بكل الحالات احنا ما اتصور مختبراتنا الخارجيه او بالمستشفيات نسوي بيوريفيكيشنز للانتي بودي وبعدين احدد، لا هو انا قاعد اخذ ميكستشرز يعني سيرمز بكميات كبيره جدا من البروتينات، ونتوقع الانتيجين هو كبروتين موجود خاص بالفيروس موجود اذا شك الطبيب مصاب هذا المريض. فقلنا ناخذ بالويلز، والويلز تكون خاصه مو الويل العاديه، تكون مغطاه يعني البليت تكون انواع، ناخذ البليت المغطى بالبوليسترين اذا تتذكرون بالمحاضره السابقه، ونضيف السامبل الخاص بالمريض، نتركه انه هاي البوليسترين تساعد على انه يعني تلتصق البروتينات بها. متاسفه. بعد ذلك نسوي بلوك، عامله ببروتينات، هاي البروتينات تسوي لي بلوك للمناطق اللي ما اتصل بها الانتيجين، حتى الانتي بوديز ما تربط ارتباطي بالبولستين اللي قلت لك هو تجذب الانتي بودي هم اللي قلت له بروتينيه فيجذبها. فهنا ذلك احدد السيجنال الخاص بالسبستريت. بالنسبه للكومباتيشن، اوكي الكومباتيشن هنا ايش عندنا طلاب؟ ناخذ ويل، الويلات هذه اصلا تكون محاطه ب او يعني كوتد وذ انتيجين، انتيجين خاص هنا. أنا على الرغم من انه انا قاعد احدد انتيجين، لكن الويل اللي احنا ناخذها طلاب هي اوريدي قلت لك الويل اما انت تحفرها بالمختبر او بعض الاحيان احنا نشتريها جاهزه، يقول لك هاي الويلات هي خاصه بالالايزا وهاي كوتد وذ انتي بوديز، يحدد لك هذا الانتي بودي يا فيروس، الفيروس هيبيتايتس بي، هيبيتايتس اي، هيبيتايتس سي، اتش اي في، ويست نايل فيروس، اي نوع من الفيروسات طلاب. فهم اوريدي يعني مثبتين الانتيجين على سطح الويل. بعد ذلك الطلاب انت ايش تاخذ السامبل من المريض. احنا هنا قلنا بدنا نحدد الانتيجين، اذا ايش اخذ بلازما لو سيرم؟ بلازما ناخذ بلازما الطلاب. فهنا أنا امزج كميه مثلا امزج 10 مايكروليترز من البلازما الخاصه بالبيشنتس، وامزج 10 مايكروليترز من هنا امسج كميات الـ مع الانتيبوديز هاي بالتيوب، بعدني ما واقفه بالتبليت الويل الخاص بالالايز على مود افحصه، اخذ بيندر اوف تيوب وامسج 10 مايكروليترز من السامبل الخاص بالمريض مع يعني انتيبوديز، والانتيبوديز هنا عاده يكون فلورسنس، الانتيبوديز يكون فلورسنس طلاب.
بعد ذلك هاي ال 20 مايكروليترز كلها اخذها واضيفها للويل، الويل اللي هي اوريدي تحتوي على الانتيجين. طلاب فانا ايش راح يصير عندي هنا؟ عندي اذا كميه الانتيجين كبيره جدا، انا ضفت كميات متساويه، لكن انا اعرف بال 10 مايكروليترز من السامبل اللي اخذته من المريض اعرف كميه الانتيجين الموجوده، لا ما اعرف انا بحدد الكونسنتريشنز مالتها ايش قد. فاذا كانت كميه الانتيجين الموجوده بسامبل المريض عاليه جدا طلاب، فبالتالي راح ترتبط معها كل الانتيبوديز اللي ضفتها واني بالبندروفيتي قبل لا اضيفها للويل، وبالتالي الفري انتيبوديز الفلورسنس راح تكون قليله طلاب. فعمل لما اجرى عمليه الواشنج راح اتخلص من كل انتيجينات المريض اللي ارتبط معها الانتيبودي الفلورسنس، فيبقى فقط الانتيبودي اللي كان فري واللي التصق بالانتيجين الموجود اصلا بالويل. اضيف السبستريت يعطيني سيجنال، فكلما كانت السيجنال قليله شو نقول؟ كلما كان كميه الانتيجين الموجود بسامبل المريض عاليه. هاي بالنسبه للدايركت. واضح طلاب؟ احد عنده سؤال ماما هنا بالنسبه للانتيجين كومباتيتف بطريقه الدايركت؟ لا دكتور. اوكي واضحه. بالنسبه للطريقه اللي تكون عاده اندايركت، الاندايركت نفس الحاله، ايش اخذ؟ عندي بليت وهاي المتأسفة عندي ويل، البليت هي بيها ويلات، الويلز الويلز هنا مثبت عليه الانتيجين، مثبت عليه الانتيجين، هاي احنا نشتري جاهز مثبت عليه الانتيجين طلاب. ايش اخذ؟ السامبل الخاص بالمريض، السامبل الخاص بالمريض بمن اعامله؟ بالابندروف تيوب، هنا معاملاتي كلها صار بالابندروف تيوب قبل لا اضيفه للويل. شو اضيف؟ اضيف البرايمري انتيبوديز وحضنه، اضيف بعد ذلك السكندري انتيبوديز وحضنه طلاب. هنا بالابندروف تيوب ما اجري اي عمليه غسل، لكن بكميات يعني اضيف 10 مايكروليترز، اضيف 10 مايكروليترز اشوف اللفلت شو يقول، حيكون باللفلت يعني يوضح لي اياها. فهسه المفروض طلاب صار عندي كومبلكس بالابندروف تيوب اللي هو الانتيجينات من السامبل مال المريض والبرايمري انتيبادي والسكندري انتيبوديز اللي يحتوي على الانزيم، يكون مثبت بي كونجوكيتد وذ انزيم او لينكد وذ انزيمز. لما اجي هنا هذا هسه يعني الحجم اللي حصلت سويته بالابندروف تيوب طلاب، اجي لمن اضيفه؟ كامل كل اضيفه الى الويل، فبالتالي طلاب اتركه احضنه، بعد ذلك اجي عمليه الغسل. عملية الغسل راح تتخلص لي من كل الكومبلكس اللي هو عبارة عن الانتيجين للسامبلز الموجود بالمريض مع البرايمري انتيبوديز والسكندري انتيبوديز. إذا أكو هناك فري كومبلكس فروم برايمري انتيبوديز والسكندري انتيبوديز، هو هذا راح يتحد فقط مع الانتيجين اللي كان اوريدي مثبت بالويل. فبالتالي كلما كانت كمية الانتيجين الموجودة بسامبل المريض كبيرة جدا، كلما كانت كمية الفري برايمري انتيبوديز والسكندري انتيبوديز قليلة، وبالتالي يعطيني سيجنال قليلة، وهذا مؤشر على انه كمية الانتيجين كلش كانت عالية بسامبل المريض. هاي بالنسبة لطريقة الاندايركت. بالنسبة إلى طريقة الساندويتش طلاب، الساندويتش هنا عندنا الماء البليتة متأسفة، عندنا بالنسبة إلى لا نحركها أوكي لا أوكي راح البار الأسود للأسف أوكي. بالنسبة إلى الويل اللي تشوفوا الويل الموجودة هنا شي تبتون بيها؟ مو مثبت فقط بيها أنتيجين، لا مثبت بيها أنتيبوديز، والأنتيبوديز مثبتين عليه أنتيجين طلاب ثابت، ومسوي لك بلوك لكل المسافات الأخرى اللي تسمع عادة بأنه أي مادة بروتينية يتصل بيها. انت شو تضيف هنا بالابندروف المعامله شو تصير؟ تضيف الانتيجين الخاص من السامبل المريض اللي يحتوي عاده على الانتيجين التدريج تشخص الكونسنتريشنز مالته، وتضيف هنا برايمري انتيبوديز. شوفوا ما قلت سكندري انتيبوديز، برايمري انتيبوديز لكن بمن مرتبط؟ مرتبط بالانزيم، مرتبط كونجوكيتد وذ انزيم، كونجوكيتد وذ انزيمز طلاب. بعد
هاي تحضره بالابندروف تيوب، هذه الكميه كلها تاخذها تضيفها بالويل. اذا عمليه المعامله تتم عاده قبل الاضافه بالويل طلاب، يعني الويل اوريدي اما تحتوي على انتيجين بالنسبه للدايركت والاندايركت، بالنسبه للساندويتش تحتوي على الانتي بوديز المرتبط بالانتيجين، فبتي اوريدي هو جاهز من الشركه طلاب. بعد ذلك طلاب انت لما راح تضيف راح تجري عمليه غسل، فعمليه الغسل راح تزيل لك كل الانتيجين المرتبط مع الانتي بوديز برايمري انتي بوديز اللي يكون عاده لينك وذ ذا انزيم، فاللي يقالك فري من الانتي بوديز اللي يكون برايمري انتي بوديز ويكون فلورسنس هو راح يتحد عاده ويكون لك ساندويتش الايزه. لذلك السيجنال هنا اذا كانت كميه الانتيجين عندي كلش عاليه فبالتالي كميه الفري انتي بودي المرتبط بالانزيم تكون قليله وبالتالي السيجنال تكون قليله، وهذا مؤشر على ان كميه الانتيجين الموجوده بالسامبل الخاص بالمريض عاليه. هاي بالنسبه للانتيجين كومباتيشن المنافسه الخاصه بالانتيجين ضمن الكومباتيتيف الايزه. لكن عندنا بالنسبه للانتي بوديز طلاب، هاي اذا انا بدي اعرف الكونسنتريشنز مال الانتيجين طلاب بالنسبة للفيروس على سبيل المثال هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، هواية نتبع بالمختبرات حتى نعرف، يعني هذا يعطينا انديكيتورز على الثيرابي دا يشتغل صح ولا ما دا يشتغل، الانتي فايرال ثيرابي دا اقصد دا يشتغل صح دا، يعني همينا بريدكت بالبداية على انه المريض بيا مرحلة من المرض واصل، وايضا مونيتورز انتي فايرال ثيرابي، يعني مثل ما قلت مستحيل الطبيب يعطي علاج لشخص مصاب بالتهاب، يعني التهاب الكبد الفيروس سواء بي او سي او حتى بالنسبه للاتش اي في ويتركه يروح يقول له روح بعد تعال لي ورا شهر اذا خلص العلاج، ماكو هيك شيء طلاب. لازم شنو بالبدايه لازم يتبع على مود يعرف العلاج ده يشتغل صح ولا ما يشتغل صحيح، لان اغلب الاحيان ده يعطيكم انترفيرون. سامعين بالانترفيرون طلاب؟ انترفيرون متأسفة اليوم شوية فلاونزا. انترفيرون سامعين بي طلاب؟ انترفيرون، الانترفيرون طلاب عبد الرزاق خرار، هسه البقية نايمين، انتم ماما. عمر شنو معنى الانترفيرون؟ شنو معنى الانترفيرون؟ سامعين بي الانترفيرون؟ عفونا من طريقة تصنيع داخل الخلية وليش الخلية تصنع بعد أن تتعرض للإصابة الفيروسية. هو الانترفيرون طلاب بيصنعوه ويعطوه اي ادر بروتين، بس هو بيصنعوه ويعطوه بشكل علاج صح لو لا طلاب؟ الانترفيرون انت هسه انت على سبيل المثال انفلونزا عندك، ليش انت صر تقول اني صارت عندي انفلونزا؟ نقول صار احنا نقول صارت عندنا انفلونزا بالعظم صح لو لا؟ يقول لك كان مكسر عضلاتي او يعني احس جسمي مكسر، احصاء رجلي توجعني راسي يوجعني، ليش هو عنده انفلونزا؟ انفلونزا وين تصيب؟ هو تصيب الخلايا بالرئه، ليش راسه قام يوجعه؟ ليش يحس نفسه متكسر وتعبان وخامل وما يقدر يتحرك؟ شنو السبب طلاب؟ طلاب شنو السبب؟ ماخذيه بالنظري شنو السبب طلاب؟ لما تقرون شيء غير تفتهمون شنو هو؟ مو امتحنتوا بها الماده طلاب؟ لو امتحنتوا بها شنو السبب طلاب؟ ماما شنو السبب؟ عبد الرزاق شنو السبب؟ اقول لك انت هسه على سبيل المثال تنصاب بالانفلونزا، الانفلونزا تصيب يا جزء بالجسم، تصيب الرئه الجهاز التنفسي صح؟ تصيب الجهاز التنفسي لو غيره؟ تصيب الجهاز التنفسي، ليش تحس راسك يوجعك؟ تحس عضلاتك كلها توجعك، احنا نقول صارت عندنا انفلونزا بالعظم، جسمك نحلان متكسر ما تقدر تتحرك، يبقى اسبوع نايم بالفراش ما اقدر اتحرك. انفلونزا، ليش انفلونزا بالجهاز التنفسي؟ ليش شو وداها الجهاز مثلا شو وداها للراس؟ شو ودا الالم للاعصاب يعني العضلات؟ ليش دكتورة نفسك دايخ؟ شنو السبب؟ دكتورة بسبب الانتي فيرونات اللي تنتج الخلايا التائية؟ الانتر من تنتجها؟ من تنتجها الانترفيرون؟ خلايا العفو لا اللي تنتجها الخلايا اللمفاوية التائية.
طلاب روحوا اقروا ماما، ورجاء لما تقرون اقرا على مود افتهم، على أنا مود ما احاول اطبق على ارض الواقع، ألو مو ادرخ ويعني وانسى بعدين بدون فهم. اي نعم نعم الانترفيرون طلاب من التنتجه الانترفيرون. انتم ما تريدون تتعبون نفسكم وتتعلمون طلاب، شويه اجهدوا نفسكم شويه واعرف الانترفيرون من التنتجه. وليش انت هسه انصبت بالانفلونزا؟ انصبت بالانفلونزا ليش راسك يوجعك؟ ليش هو الدماغ وجهاز العصبي ضمن شو يصير؟ شو يصير؟ شو يصير؟ رد فعل؟ ايه ايه ويعني كرر شو يعني هذا؟ هسه احنا شعر... هسه ما... هو احنا قاعدين نحكي عن انترفيرون. دكتورة، هو مادة بروتينية تفرزها الخلايا اللي تنصاب بالفيروس على مود تتجمع الخلايا الدفاعية وتقتلها. وبعد على مود تتجمع الخلايا وتقتل، وتقتل الخليه اللي انصابت صح؟ إيه دكتورة؟ بالفيروس. وبعد إيه؟ الوظيفه الثانيه الانترفيرون شنو هو؟ مو بس هي تجمع الخلايا المناعيه، لا الى اكتف ثانيه. ارجع اقرا المحاضره النظري طلاب، رجاء اقرا فيها. مو ادرح على مود انجح بالامتحان، ترى ما راح تستفاد. تروح للمختبر بعدين هناك لما نبدا الشغل الحقيقي ان شاء الله، يعني ما اصور واحد ما يشتغل بعدين كلها لازم. هي سنه الحياه، بعدين حتى لو ورا فتره تشتغل تقول انا هاي المعلومات استفاد منها من ارض الواقع. الانترفيرون ليش انتجت الخلايا؟ شنو السبب الاساسي؟ انتجت الخلايا طبعا، هو لما انتجت الخلايا هو راسا ايش راح يسوي بالخليه؟ يقتلها، يقتلها باي طريقه؟ شو يسوي الطلاب؟ يثبط، يقفل عمليه صنع البروتينات والخليه. نعم كم راح يسوي لها؟ وبنفس الوقت ايش راح يسوي لما يطلع من الخليه؟ يقتلها. ولما يخرج من الخليه، ينطلق من الخليه، ايش راح يسوي؟ هو شنو هو؟ يكبح الخليه، يوقف عمل كل بروتينات الخليه على مود شنو هو؟ على مود يخلي دكتورة الفيروس ما كيف ينتج الجهاز مكوناته. الدفاعي؟ وبعد لما ينطلق من الخليه ايش يسوي؟ وين يروح؟ دكتورة يحفز الجهاز المناعي. عوف الجهاز المناعي، اترك الجهاز المناعي هسه، عوفوني من الجهاز المناعي، يروح للخلية الثانية شو يسوي لها؟ يرتبط بالخلية اللي بصفها. لما يرتبط بالخلية اللي بصفها شو يخلي الخلية؟ ان الخلية انصابت بالطلقتين، لو تدري اكو فايروس كان استعدت، لان الخلية مو غبية، هم عندها انتي فايرال ديفينس صح لو لا؟ عندها لو انتي فايرال ديفينس لو ما عندها؟ الفيروس يعني كانه ما زاغل الخليه ويدخل بداخلها، بس دخل الخليه فرز بروتينات سيطر عليها. لما الخليه تعي انه اكو جسم هاي فيروس يعني، فبالتالي شو تسوي؟ تنطلق، تطلق الانترفيرونات. الانترفيرونات راسا تسوي الشط لعمليه صناعه البروتينات بالرايبوسومات، وتروح للخليه الثانيه ترتبط معاها برسبترات خاصه، بس ارتبطت بالخليه الثانيه حفزت كل الانتي فايرال ديفينس الموجوده بالخليه، فالفيروس ما يقدر يصيب الخليه الثانيه. الا اللهم هسه كورونا فايروس شو يسوي؟ شو تتوقعون؟ اول ما يدخل للخليه يوقف قدرتها على انتاج الانترفيرون، فبالتالي يقدر يصيب الخليه بصفها بسهوله. طلاب اقرا رجاء، ولما تقرا اقرا فهم، مو تدرخ على مود انجح. القرايه بدرخ ملايه ما تفيدك، تتخرج كل شيء ما تتذكر. هنا يا طلاب قلنا هسه احنا جبناها عليه اللي قلنا اللي لما بالنسبه للاشخاص اللي يصابون بالهبتاتس بي وسي، ما اغلب الاحيان حتى يعني هو هذا الفيروسات كرونيك مزمنه. احنا هي طبعا طلاب بدايه الاصابه، شوفوا انت بالبدايه الاصابه او اي فيروس لما يدخل الجسم اذا يتحول لاصابه حاده، بعد فتره بنيه شخص عن شخص تختلف. اكو شخص انصاب بالهبتاتس بي فيروس، هذا يتحول بي الى كرونيك ويصير مزمن، يؤدي الى تليف الكبد، وبالتالي هذا يؤدي الى الكانسرز، والشخص هذا يعني يتوفى
يعني فشل، يعني صار بكانسر بالنسبه للكبد وتوفي. اكو شخص يصاب بالهبيتاتس بي فايروس، لكن هنا شنو هو مرحله الاكيوت انفكشنز الجسم يقدر يتغلب عليه ويصيبه، فهي فروقات فرديه. لذلك احنا هنا مرحله العلاج نستخدم الانترفيرون. الطبيب يقول له راح اعطيك انترفيرون، المريض كل شيء يضوج، ليش يضوج من الانترفيرون؟ يعني اكو احد باله هاي المعلومه؟ لانه يسبب الكآبه، هو هم مريض وهم الانترفيرون يسبب كآبه قويه جدا تؤدي الى الانتحار. لذلك يا طلاب احنا لما خصوصا اذا انطي انترفيرون لازم اراقب حاله المريض. اذا شفت الانترفيرون ما باستجابه راسا او وقفا، مو انطي انترفيرون هو لديه يشتغل وقاعد يسبب له كآبه، ورا فتره هو يروح ينتحر، لان صار عنده كآبه كلش قويه طلاب. لذلك الانترفيرون يعني حتى المريض لما يقول له راح اوصف لك انترفيرونات، هو ما يعرف صراحه، يعني مو كلهم عندهم درايه وكذا وهيجي شيء الا اللي يفتهمون، فهو يعني يقول له اذا اكو علاج ثاني غير الانترفيرون الا اللهم يعني this is the only choice يعني ياخذه. لكن يجب ان يكون هنالك يعني متابعه لتركيز الفيروس، لاشوف الفيروس ده يستجيب الانترفيرون ده يقلل لي نسبه الفيروس، شو قاعد اقول ريديوز او يسوي لي كليرنس، لان خصوصا مرحله الاصابه الحاده اذا الشخص وعى على نفسه وعرف انه مصاب وراسا راح يتعالج طلاب. لذلك يجب ان اكون مونيتورنج فور انتي فايرال ثيرابي، انتي فايرال دراجز، الادويه مال الفيروسات. لذلك لما انت لذلك شلون اسوي لها متابعه؟ اشوف الكونسنتريشنز مال الانتيجينات، وخصوصا يعني هسه الشائع بالمختبرات يعني لشخصه هو الهبيتايتس، بالنسبه للهبيتايتس بي هو الهبيتايتس بي سيرفس انتيجين. تعرفون هاي السيرفس انتيجين شنو معناه؟ الكور انتيجين، وهاي كلها اخذتوها. اوكي؟ اللي هنا احد عنده سؤال؟ طلاب انا لما اعصب عليكم لمصلحتكم رجاء لما اقرا فهم، على مود اقدر اطبقه، ترى هاي كل انتم ده تقروه يطبق، ربطوه بالواقع يربط بحياتكم العمليه. هاي بالنسبه الى الانتيجين كومبتيشن، حددت الكونسنتريشنز، اذا الكونسنتريشنز اقدر احددها بالدايركت والاندايركت والساندويتش، مع العلم انه ضمن الكومبتيتيف الايزه. كومباتيتيف الايزا طلاب. بالنسبه الى تحديد الانتي كومباتيشن، الانتي بودي كومباتيشن هنا طلاب ايش اضيف؟ هنا من اخذ الويل نفسها ليكون مثبت بيها الانتيجينات الخاصه بيا فيروس. هذا الانتيجينات يعني قلت لك انت ويل تشتريها مرات جاهزه، هي يقول لك هذا يجيك مع الكود يقول لك مثبت بيها هنا هاي الانتيجينات فور هيبتايتس اي فيروس، فور هيبتايتس بي فيروس، فور اتش اي في، فور هيبتايتس، فور ويست نايل فيروس، كل انواع الفيروسات. هسه طلاب فحص الالايزا عاده يشخص يعني وجودها، اما شخصها لما انت تقول بعض الاحيان يقول لك انا شخص الفيروس اندايركت واي، اندايركت واي عن طريق وجود الانتي بودي، انا قلت هذا الشخص يحتوي على الفيروس، وبعض الاحيان شخصته بطريقه مباشره. شوفوا اللفظ يختلف، من يعني التلاعب باللفظ يختلف، او يقول لك شخصته بطريقه مباشره اذا انا شخص الانتيجينات مالته الموجوده. بالنسبه للانتي بودي كومبتيشن، هنا انت نفسك قلنا الويل مثبت عليها الانتيجين الخاص بالهبيتايتس مثلا بي فيروس الهبيتايتس او الانتيجينات. شوف لما اقول انتيجين اذا هو جزء اكيد هو السيرفس انتي، يعني الانتيجينات الخاصه بالسبايك الخاصه بالسيرفس. بعد ذلك الطلاب اخذ ابندروفيتيوب، بالابندروفيتيوب امزج هناك كميه متساويه من سامبل المريض. شوفوا هنا بالانتيجين اخذ بلازمه، انا انصح تاخذون بلازمه، بالانتيبادي اخذ سيرم، لا تاخذ بلازمه. هنا الطلاب بعد ذلك بابندروفيتيوب تمزج الانتيباديز مع برايمري انتيباديز كت، يعني هذا جاهز، وفلوريسنس طلاب. هسه راح اثنيناتهم اضيفهم الى الويل بعد ما مزجتهم نفس الكميه المتساويه، اثنيناتهم راح اضيفهم بالويل.
هنا الطلاب راح تغسل وراها عمليه غسل. احنا الطلاب ايش عندنا؟ راح يصير عندنا انتي بودي عادي ويصير عندنا فلورسنس انتي بودي. واذا تتذكرون بالدايركت في المحاضره السابقه قلنا احنا الانتي بوديز نتجنب انه، وخصوصا الانتي يعني يعني بالنسبه للدايركت واي ايش قلنا؟ قلنا احنا هو كانت انتيجين وعاملناه بفلورسنس برايمري انتي بودي فلورسنس. قلنا هاي الطريقه بما انه انت تاخذ انتي بوديز، والانتي بوديز هذا ايش تسوي له؟ تتعامله معاملات كيميائيه، فهذا يمكن ان يؤثر على قدرته بارتباطه بالانتيجين الطلاب. لذلك هنا راح يصير عندك كومباتيتيف بين انتي بودي اوكي ماخوذ من سامبل المريض وفري، وما بي اي ما معامل اي معاملات، وبين فلور انتي بوديز فلورسز. مع هذا الطلاب انت هنا فيصير بيناتهم كومباتيتيف، تصير منافسه منو اللي يرتبط عاده بال يعني بالانتيجين الموجود بالويل. بعد ذلك تجري عمليه الغسل، تجري عمليه الغسل طلاب باجراء عمليه الغسل يعني بعد ذلك تضيف السبستريت. فهنا نفس الحاله، كلما كانت السيجنال يعني قليله كلما كانت عاده كميه الانتي بوديز اللي راح تضيفها عاليه. هنا أنا بالنسبه لهاي الفحص لا عليه شويه يعني مو دائما احنا نشتغلها، دائما نشتغل بالنسبه لي الاندايركت والساندويتش الايزا اذا ردنا نحدد الانتي بوديز بطريقه الكومباتيتيف الايزا طلاب. بالنسبه للطريقه الثانيه اللي هي الاندايركت شويه انا احسها افضل، لان انا عندي هنا تو انتي بوديز. الطريقه هي شلون طلاب؟ انه انت الويل تاخذها، الويل اصلا يكون مثبت عليها بالاسفل هي الانتيجينات، ومسوي لها بلوك كل المناطق اللي لازم يصير بلوك للمناطق، يعني اغلق المناطق اللي يمكن ايضا ان يتصل بها الانتي بوديز، الانتي بوديز كتله بروتينيه على مود ما يصير عندي نويز وما يصير عندي يعني تغيير باللون كاذب طلاب. فهنا الانتي جين اثبته واخذ بالنسبه الى الانتي بودي سامبل مال المريض، كميه من السامبل مال المريض، وعندي شنو تيوبه ثانيه اوريدي معاملين برايمري انتي بوديز هذا الفيروس نفسه مع السكندري انتي بوديز، فعندي كومبلكس. فش اسوي؟ اخذ 10 مايكروليترز من السامبل مال المريض واخذ 10 مايكروليترز على سبيل المثال من السامبلز الاخر هو كومبلكس من الانتي بودي البرايمري انتي بودي والسكندري انتي بودي اللي يكون مرتبط بالانزيمز، وامزجهم سوا واخذ هاي الكميه واضيفها عاده بالويل. هنا طلاب بعد ذلك اجري عمليه الغسل. بعد اجراء عمليه الغسل هنا راح بعد اجراء اجري عمليه الغسل طلاب بعد ذا بعد اجراء عمليه الغسل المفروض انه كل الانتي بوديز اللي ما اتصل مع الانتيجين راح نتخلص من عنده. فهنا انا عندي مثل ما اقول لك فريش انتي بوديز، مع هذا السيجنال اللي راح احددها اذا حددت عاده سيجنال قليله، لان يعني انا قاعد اقارن لك يعني تو انتي بوديز مع انتي بودي مع فري انتي بوديز، فبالتالي الافضليه راح لما تكون للفري انتي بوديز وحده انه يتصل اسرع، فبالتالي السيجنال اللي راح يعطيها تكون قليله، فهذا الشيء يعكس لي انه كميه الانتي بوديز الموجوده بالنموذج عاده تكون عاليه. بالنسبه للساندويتش هنا أنا اصلا بالواقع يكون مثبته انتي بوديز مع انتيجين مثبتات بالويل نفسها، فبعد ذلك انت تاخذ تيوبه تمزج بها عاده من سامبل المريض 10 مايكروليترز، وتمزج عاده من برايمري انتي بوديز ثاني بالكت انت مشتري ويكون عاده مرتبط بالانزيم، وتضيف هاي الكميه نفسها الى الويل اللي تحتوي اوريدي مثبت بها الكومبلكس مال الانتي بودي والانتيجين. فاحنا هنا نكون قلنا ليش اقول كومباتيتيف منافسه؟ والمنافسه دائما تكون الافضليه لمن تكون للانتي بودي الخاص السامبل الخاص بالبيشنت نفسه طلاب. لذلك هنا بعد ذلك اضيف السبستريت واشوف اقيس كميه السيجنال، فكلما كانت السيجنال قليله كلما كانت عادة كمية الانتي بوديز الموجودة عالية. هو هذا الكومباتيتيف الايزا، واقدر اطبقه بطرق عديدة جدا، قلنا الدايركت والاندايركت والساندويتش. احد عنده سؤال قبل لا اروح للتوك؟
يعني الشرح مالته ماما مفهوم؟ اعيد فتشي مفهوم؟ هسه جاوبوني اي لا لو لا. دكتورة واضح واضح. فنجي واضح هنا واضح اوكي هنا دكتورة. اوكي فنجي هنا بالنسبه الى الكومباتيتيف الايزر، يقول لك هذا التيست يستخدم عاده لقياس الكونسريشنز بالانتيجين الموجود ان سامبل. اذا هي مو بس الانتيجين، خلي بالك كونسريشنز اوف انتيجين اند انتيبوديز، والعلاقه تكون عكسيه. In this test, antibody, بهذا الفحص الانتيبادي is first incubated in solutions with a sample containing antigen. لذلك قلت لك بالابندروف انت عندك well already يكون مثبت عليها عاده يعني ان الانتيجين اخذناها بالنسبه الى تحديد الانتيجين already مثبت عليها عاده الانتيجين. فهنا الانتيبوديز از فيرست انكوبيتد ان سوليوشن وذ سامبل كونتيننج انتيجين، راح يكون لي كومبلكس اللي هو الانتيبوديز والانتيجين. طلاب هنا بعض الاحيان هذا الانتيبوديز يكون فلوريسنس، سو ذا انتيجين انتيبودي ميكستشر. زين هذا صار عندي ميكستشرز اضيفه الى مايكرو تايتر بليت اللي هي اوريدي تحتوي على الانتيجين، فاجري بعد ذلك عمل. فهنا ايش عندي؟ اذا عندي كميه الانتيجين بنموذج المرض عاليه، فراح تتحد مع كميات كبيره جدا من الفلورسنس الفلورسنس نقول الفلورسنس انتيبوديز اللي هو مرتبط، ما يصير اقول فلورسنس، نقول انزيم لينكد انتيبوديز، الانتيبوديات المرتبطه عاده بالانزيم. فاني اذا عندي كميات كبيره جدا من الانتيجين بالسامبل مال المريض، طلاب كميه الفري انتيبوديز راح تكون قليله، فبالتالي عمليه الغسل راح تزيد كل الكومبلكس مال الانتيجين اللي كان موجود بسامبل المريض مع الانتيبودي الضده. فبالتالي الفري البقعه الكميات القليله البقعه مع الانتيبوديز لما تتحد مع الانتيجين الموجود بالويل راح تعطيني سيجنال قليله، اذا اعطتني سيجنال عاليه اذا اقول هنا كميه الانتيجين كانت كلش قليله طلاب، اذا اعطتني سيجنال قليله اذا اقول كميه الانتيجين الموجوده بالنموذج كانت عاليه جدا طلاب. هو هذا الاساس كومباتيتيف اليزا. So the more the antigen presence in the sample, the less free antibodies will be available to bind to the antigen coated well. هنا بعد ذلك عمليات الغسل تعتبر مهمه جدا. Enzyme conjugated secondary antibodies specific for isotypes. اذا هنا ما دام قال الايزوتايبس اذا هنا يحكي على طريقه الاندايركت. لان هنا ايش عندنا؟ راح يصير عندنا تو تايبس، لان يقول لك سكندري انتيبوديز، اذا تو تايبس من الانتيبوديز الايزوتايبس. الايزوتايبس يا منطقه طلاب، يعني انا عندي بالنسبه للستركتشرز مال الانتيبوديز عندي منطقتين من الانتيبودي مثل ما قال عبد الرزاق بالمحاضره السابقه، عندنا الهيفي تشين واللايت تشين، صح لو لا؟ عبد الرزاق عبد الرزاق طلاب وياكم شير لحد الان لو احد وياكم شير لو اوكي كرار عندنا بالنسبه للستركشرز مال الانتيبوديز. قال زميلك الاسبوع السابق عبد الرزاق قال انه يتالف من اللايت تشين والهيفي تشين، صح لو لا؟ او احنا نقول المنطقه حفظوها فسرها بشكل بسيط، قول المنطقه اكو مناطق فيها تكون فيربل متغيره ومناطق ثابته، صح لو لا؟ بالنسبه اذا هو المنطقتين اللي تكون معقوفه بشكل حرفي 8 هنا نهاياتها تكون متغيره، صح لو لا؟ اللي هي هاي اللي يرتبط بيها الايزوتايب اللي هي الايزوتايب ضمن الانتيجين، صح لو لا؟ اذا المنطقه ضمن الانتيبودي شو اسميها؟ الباراتايب. لذلك المنطقة الأخرى الثانية تكون بشكل يعني حرف 1 المرتبطة بها، هنا هاي المنطقة تكون ثابتة، صح لو لا؟ مو افيربل متغيرة. هاي المنطقة نسميها الايزوتايب. طلاب الايزوتايب، لذلك قلنا احنا قلنا انا عندي نوع واحد من السكندري انتيبوديز اقدر استخدمه على انواع متعددة من البرايمري انتيبوديز، لان دائما ارتباط بمنطقة الايزوتايب طلاب. ذلك دائما لان المنطقه دائما ارتباطها بمنطقه الايزوتايب. Of the primary antibodies is added to determine the amount of primary antibody bound to the well. طبعا هاي كلها شرحتها بس هنا بشكل توك. The higher the concentrations of antigen in the sample, the lower the absorbance.
ليش؟ لان اني الابزوربنس انا من يعتمد على الفرس، دائما اقول فرس، الانزيم لينك انتي بوديز، يعني انتي بودي المرتبط عاده اذا كان سكندري انتي بوديز او برايمري انتي بوديز. وهذا عاده يمتى يكون كميته؟ كلما كانت كميته قليله كلما كانت يعني كميه الانتي جين اللي ارتبطت مع من الصاب اللي اخذته بالمريض عاليه، لذلك البقع فيه قليل. فلما نضفت للويل اوريدي البقع القليل هو اللي اتحد مع الانتي جين وبالتالي يعطيني سيجنال قليله. هنا هذا البروسيجرز هو الانتي بوديز از انكيوبيتد وذ سامبل كونتيننج انتي جين، انت يتكون لي بالتالي كومبلكس من انتي جين انتي بوديز، وبعد ذلك ادد تو ذا مايكرو تايتر ويل بليت وهي اوريدي محتويه على الانتي جين. واش ذا بليت تو ريموف ان باوند انتي بوديز تو ريموف واش ذا بليت تو ريموف، المفروض هي تو ريموف، انا اشزيل هنا ازيل مو انباوند انتي بوديز، ازيل الانتيجين انتي بودي كومبلكس، انتيجين انتي بودي كومبلكس طلاب، لان البقع هو اوريدي راح اتحد مع الانتيجين الباقي مع الانتيجين الاوريدي موجود بالويل. بعد ذلك انزيم لينك سكندري انتي بوديز ويتش از سبيسيفيك تو ذا برايمري انتي بوديز واش ذا بليت اجين سو ذا انباوند انزيم لينك انتي بوديز ار ريموف اد سبستريت واللي تغير لي عاده، وبالتالي استطيع بفعل الانزيم موجود استطيع ان اكشف السيجنالز عن طريق الفلورسنس سيجنال. الادفانتج مالته هاي سبيسيفيتي سينس تو انتي بوديز ار يوز هاي سنسيتيفيتي سينس بوث دايركت اند اندايركت ديتكشنز ميثود كان بي يوز، هي تقدر بطريقه دايركت الاندايركت والساندويتش بالنسبه للكومباتيتيف الفلكسبيليتي مالتها كلش يعني واسعه. سوتبلز فور كومبلكس سامبلز سينس الانتيجين داز نوت ريكواير بيوريفيكيشن بيرور تو ميجرمنت، وهاي هو الرسم، هاي كله طبقنا له بالاسبوع الفات. دقيقة هاي خلصناها مع الكومباتيتيف، اليوم نجي ندخل للمختبر ونشتغل طلاب. يعني هسه احد عنده سؤال رجاء اسئله، حتى لو سؤال يعني تحس نفسك، بس اذا شويه عندك معلومه يعني كان عند كونفيوز حتى تفتهمها اسال بها على مود تكون لك واضحه. احد عنده سؤال؟ احد عنده سؤال؟ والله ان شاء الله واضح. هسه خلينا نسوي شير للسلايدات اللي قلت لكم ابدا اعلمكم شلون تسوون ستاندر كير وشلون عندك فحص الايزا شلون تقراه. اوكي وجبت لكم شويه كيسات. نسوي شير. طبعا هنا هذا هسه المحاضره هاي ما راح اسويها ريكوردينج، سديت الريكوردينج، هذا اجيب لكم منها اسئله عاد اشوف فهمكم لمن واصل يا مرحله. اوكي بسوي بيها شير شير شير. هنا انا طلع بس السلايد واضح دكتور؟ واضح ان شاء الله واضح. اوكي ايش عندنا طلاب؟ قلنا تايب اوف الايزا، انواع الالايزا. رجاء لا تدرخون لا تدرخون، افتهموا افتهم، اذا شيء ما يطبق عندك اذا اكو خلل، انت ما مفتهم الماده، لان ماده الفيروسات هي كلها تطبيقيه كلها تطبيقيه طلاب. وسؤال وجواب السؤالي انه شخص عنده فلاونزا والفلاونزا بالجهاز التنفسي، المفروض مثلا ابسط شيء صدره يقوم يوجعه، مو راسه يوجعه ورجله توجعه ويقول لك عندي فلاونزا بالعظام. ليش هي الانفلونزا تروح يعني الريسبتورات مالتها موجوده بالعظام؟ يعني هم منطق. ليش؟ لان هي الخلايا هنا بالجهاز التنفس الخلايا اللي انصابت راح تنتج انترفيرون. الانترفيرون يتصل بكل الخلايا الموجوده، الى مستقبلات بكل الخلايا الموجوده بالجسم. حتى بالجهاز العصبي طلاب. فيروح لك كل الجسم، يروح على الايدين والخلايا الموجوده بالايدين والعضلات الموجوده بالايدين والرجلين فتحس نفسك بالانترفيرون هنا شنو هو يعني هي هاي الاكشن مالته طلاب، هي هاي عمليه التحفيز، فتشوف نفسك كلش تعبان مع ان انت عندك انفلونزا.
لذلك احنا، وهذا هي طبعا انتاج الانترفيرون كلش مهم، لانه على مود على الاقل يحضر جيرانه يقول له دير بالك ترى اكو غزو فيروسي جانا، يحضر يعني يسوي بلوك، حتى بعض الاحيان يسوي بلوك للريسبتورات الخاصه، من هو لما ينطلق الانترفيرون يعبر له شنو نوع الفيروس تعرضت للخليه الطلقته، فشنو هو هنا يخليه بأهمة الاستعداد يشغل كل الانتي، الخليه يشغل كل الانتي فايرال الميكانيزمز اللي عندها الميكانيكيات اللي تقاوم بها الفيروسات، الانزيمات تكون متاهبه لتقطع الجينوم، يعني حتى لو قدر يدخل من الجدار الانزيمات متاهبه وقريبه من الجدار بس يدخل تقطع الجينوم مالته، فبالتالي يعني ما يصير اكتف. هو هاي وظيفه الانترفيرون. وبلان كورونا وحتى هاي النوعية الجديدة اللي هسه أوميكرون، السترين الجديد الأوميكرون، الكورونا فايروس أو الأوميكرون وجدوا أنه أو هي من تقنيات الكورونا فايروس أنه ما تخلي الخلايا تنتج الانترفيرون، هي أول ما تدخل تشتغل على الميكانيزمز مال الانترفيرون وتضبطها ما تخليه ينتج، فما تدري الخلية اللي بصفها تعرضت الخلايا اللي بجانبها للغزو فيروسي وهكذا، بسهولة أنه ينتشر الفيروس ويكون السيشال باديز. بالنسبة إلى الأنواع الألايزة طلع عندنا قلنا دايركت والإندايركت والساندويتش، هذا طرحناه وقلنا الكومباتيتيف. شوفوا الدايركت أحدد بها الأنتيجين، الإندايركت طبعا هي الدايركت ألايزة، إحنا مدى يعني ما يفضلون يستخدموها بالمختبرات. دائما أقول كل ما استخدمت تو تايب أوف أنتيباديز كل ما النتيجة كانت مور سنسيتيف، يعني أقرب للدقة. هنا ديتكت and quantifications antibodies. ساندويتش ألايزا تكنيك فور كونسنتريشن، تحديد الكونسنتريشن ديتكتنج اند كوانتيفاينج تارجتنج انتيجين. بالنسبه للكومباتيتيف انتيجين اند انتيبوديز كونسنتريشن ديتكتنج، لكن اغلب الاحيان كونسنتريشن. شوفوا الطلاب تشوفون هنا هاي الويلات، طلاب اجاك شخص يريد يحدد يعني الطبيب يريد يكشف يا نوع على سبيل المثال عنده ظهرت اعراض، فالطبيب شاف عنده فيروس معين او بعد ما سوى له تحليل ظهر عنده فيروس معين، يعني شك في فيروس معين، فهذا يعرف يعني نوع من الفيروسات هذا اي بي سي. هنا فانت لما يجي مثلا اول شيء تاخذ من عنده السامبل مالته، هنا انت اما تريد تحدد له بطريقه مباشره او غير مباشره، الطريقه المباشره او غير مباشره، يعني اما انه انت تقول تحدد الانتيبوديز الموجوده بجسمه وعلى اساسه تقول النتيجه موجبه اي هذا عند الفيروس، او انت تحدد بطريقه مباشره تحدد الانتيجين الموجود. فهنا في طريقه التحديد طلاب دائما يجب ان يكون عندي بوزيتيف كنترول ونيجاتيف كنترول، بوزيتيف ونيجاتيف. طبعا انت لما تشتري كت الالايزا بي بوزيتيف ونيجاتيف كنترول، فانت نفس المعاملات تسوي، هنا عندك سامبل الاول والسامبل الثاني، طبعا يجب ان يكون يعني مصداقيه العمل انه عندك تري ريبليكيت ثلاث مكررات، لكن بالمختبرات ما يسووها لانه يقول لك انا قاعد استهلك، فهنا يقول لك لكن لذلك تشوف مختبرات بالمناطق يعني غير ساحه بيروت فحص الالايزا غالي، لا لا اروح اسوي بساحه بيروت احسن او بعض المختبرات ما اذكر اسماء لانه هناك ارخص. شوفوا التمويل الرخص يمكن ذاك يسوي لك اياها بشكل ريبليكيت، فالنتيجه تكون عاده يعني اقرب للدقه او دقيقه نقول. فهنا الطلاب يسوي 3 ريبليكيت، هنا سامبل واحد وهنا ايضا سامبل واحد لكن سواه بشكل 3 ريبليكيت، حتى بالنسبه للكنترول سواه بشكل 3 ريبليكيت الطلاب حتى يكون نتيجه لما تعطينا النتيجه، لان انت على اساسها راح يوصف له مضادات الانتي فايرال دراج، والانتي فايرال دراج لا تستهين بها. هسه ابسط شيء قلنا الانترفيرونات، الانترفيرونات تسبب كآبه حاده، هو مريض وتعبان وانت تعطيه دواء يسبب له كآبه، فتصور الضرر راح يقع عليه طلاب. هنا لذلك يجب ان يكون التشخيص دقيق. هنا لما تجي لفحص الالايزا على سبيل المثال قلنا اذا حددنا الانتيجين نريد نحدد الانتيجينات فناخذ البلازما، اذا نريد نحدد الانتيبودي فناخذ عاده السيرم. هنا مجرد انه يعني انا بهيجي حاله اذا عاد احدد على اساس الانتيبوديز فاني اوريدي هاي الويلات اشوف انا عندي اوريدي هاي الويلات يكون مثبت بيها، يعني انا اشتريتها جاهزه مثبت بيها الانتيجين الخاص بالفيروس، فاخذ السيرم.
فاضيفه اجري لنفس المعاملات، اضيفه طلاب. هنا أنا لما اجي لمرحله اضافه السامبلز هنا ما اضيف، يعني انا نفس يعني لما اجي اضيف عندي بوزيتيف كنترول اضيفه هنا البوزيتيف كنترول، وهنا النيجاتيف كنترول اضيفه، وهنا اضيف السامبلز بالنسبه للبيشنت الاول مطينا اي والبيشنت الثاني مطينا بي. اوكي، هاي اذا اخذت من عندهم على سبيل المثال السيرم، اذا اضفت هنا السيرم لكل واحد البيشنت سيرم اي وسيرم بي، وهنا انا عندي بالكت عندي نيجاتيف وبوزيتيف كنترول ضفتها. اذا شو اسوي بعد ذلك؟ اسوي عمليه يعني انا عندي انتيجين اوكي مثبت ضفت له الانتي بوديز من السيرم مال المريض المفروض الموجود بسيرم المريض، بعد ذلك اجري عمليه الوش. كل الخطوات اللي اتبعها على النماذج اتبعها على البوزيتيف والنيجاتيف كنترول طلاب، اذا اجري عمليه الوش ما عدا هنا انا ضفت السير السامبلات مال المريض هنا لا رحت على البوزيتيف والنيجاتيف كنترول ضفتها. اوكي، اجري عمليه الغسل متاسفه، بعد ذلك شريط اضيف السكندري انتي بوديز اللي يحتوي عاده على الانزيم حظه، اجري عمليه الغسل بعد ذلك لكل الويلات نفس المعامله عاملها، اجري عمليه الغسل لكل الويلات وبعد ذلك اضيف ماده السبستريت. انا لما ضفت ماده السبستريت طلاب اشوف تغير اللون، من يحدد لي يبدأ اتوقف واقول اوكي انا لازم اوقف هنا واقول النتيجه سالبه لو موجبه؟ يحدد لي على البوزيتيف كنترول. لذلك هنا بقى نفس اللون، يعني شوفوا اللون ازرق ليش ما تحول الى لون اصفر؟ بعض الاحيان احنا بالمختبرات اذا اريد ان احدد حسب الكواليتيف اقول النتيجه بوزيتيف لو نيجاتيف للمريض وطي، يعني اقول له هذا حامل للفيروس. اوكي، ما اريد الكونستريشنز مالته، ما راح ادخله بالنتيجه بالريدابس مال الاليزا ريدابس، هنا ما احتاج استخدم الستوب سوليوشنز، لان الستوب سوليوشنز هنا اما اذا انت تستخدم الستوب سوليوشنز وتحدد الكونستريشنز فيجب ان تستخدم الستوب سوليوشنز اللي هو تضيفه سلفوريك اسيد بس تضيفه يتحول اللون اصفر، ويبدا اضيفه اذا شفت البوزيتيف كنترول تحولت لون ازرق راسا اضيف سامبل مالتي والبوزيتيف كنترول حامض السلفوريك اسيد حتى بالنسبه للنيجاتيف يعني ما ظهرت فيها نتيجه، حتى البي اضيف لها السلفوريك اسيد طلاب، حتى البي اضيف لها السلفوريك اسيد اوقفه واقيسه بالبليت ريدرز الاليزا ريدرز، لانه اني لما احدد الكونسترشنز فاني مو مشغله الاليزا ريدرز على مود بيشنت واحد، اكيد عندي على الاقل سبع بيشنات ست بيشنات قاعد اشوف الـ يعني الكونسترشنز مال الانتي بوديز الخاصه بهذا الفيروس بجسمهم، فبالتالي لما تيجي عمليه القاء تكون متسلسله فهنا يجب ان استخدم الستوب سوليوشنز، لان ما اعتمد على نتيجه بوزيتيف لو نيجاتيف حتى لو وراها تغيرت ما عندي اشكال، يجب ان اوقف الستوب سوليوشنز لان العمليه تكون متسلسله بالقراءه، وهنا شنو هو مو لحظه انيه قراءه تصير بالتتابع بين الويلات، فبالتالي اذا يمكن ما استخدمت الستوب سوليوشن يمكن يبقى التفاعل مستمر ويزيد اللون ويعطيني نتيجه الفولس بوزيتيف، يعني مو الفولس بوزيتيف يعني يعطيني كونسترشنز اكثر من المعتاد الطلاب. اللي هنا هاي صارت واضحه؟ شغلكم بالمختبر؟ احد عنده سؤال؟ هنا انا قاعد احدد الكواليتيتيف، قاعد اقول له يا عند المريض بوزيتيف لو نيجاتيف ريزلت، هذا الكواليتيتيف. نعم 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 لا تقدر تستخدم الاندايركت، تقدر تستخدم الساندويتش الايزا، اي نوع من الالايزا تقدر تستخدمه، واحنا قلنا كل ما كان تستخدم تو تايبس اوف انتي بوديز كل ما كانت النتيجه اكثر يعني دقه، تقدر اي نوع انت تستخدمه بس دايره نعم او الساندويتش تقدر تستخدمه. ترى لما واحد ياخذ جايزه يقول بعد 30 او 20 يعني صوتك مقطع، صوتك مقطع دكتور. لما واحد ياخذ كورونا الايزا يكشف الكورونا يقول مثلا نسبه الكورونا عندك 30 او نسبه المناعه 30 او 20، هاي يعني بالكومبتيتيف الايزا تقدرين يعني اقصد يسوي تقدرين كوانتيفاين. إيه؟
اي تقدرين بالاندايركت تسوين كوانتيتيف، وتقدرين بالساندويتش تسوين كوانتيتيف هو تحديد الكونسريشنز معناها، وتقدرين بالكومباتيتيف. فين الطرق ثلاثتين هسه راح اشرح لكم اياها، بس اعطوني مجال، بس قولوا لي هسه لين واضح بعدنا ما داخل نوصل للموضوع اللي هي طريقه الكواليتيتيف. هنا ما محدده تركيز، اقول له نتيجه بوزيتيف لو نيجاتيف، بحيث حتى ما غيرته ما استخدمت الستوب سوليوشنز. واضحه؟ هاي طريقه الكواليتيتيف، انه هذا تاخذون اد السيرم تو ذا ويل. هنا اذا قاعده تشوف انا الانتي بوديز، شوف لان الويل اوريدي مثبت بها الانتيجين، انا ضفت الانتي بودي، ضفت السكندري انتي بوديز، رحت على اساس اللون انا بعد ذلك قريته. بس تغير انا هنا ما احتاج اقراه، قاعد اقول لك انا اقول لك نتيجه بوزيتيف لو نيجاتيف، شفتها بعيني اوكي ماي ايز، تغير اللون بالمقارنه مع الكنترول، تغير لون الكنترول، غير هذا اللون مال السامبل مال المريض، اذا اقول هذا بوزيتيف. ما تغير، تغير الكنترول، ما تغير مال المريض، اذا اقول نيجاتيف، لا ما عنده هذا الفيروس. هذا كواليتيف، كواليتيف اوكي. هاي تقدر بالنسبه للكوانتيتيف اثر باي طريقه شخص. هاي ترى الالايزا قلت لكم فحص بمرونه واسعه جدا، المفروض انت بس تتبه التكنيك، الشخص هو يصير بي كرييتيف، يعني هو يعني يصير مبدع بالشغل مالته اذا تعرف التكنيك مالته بشكل صحيح. طلاب هسه هذا بالنسبه للكواليتيتيف، اقول له يابا النتيجه يحتوي لو ما يحتوي، بعد كل شيء ما محدده. اوكي بالنسبه الى الستاندر كير، اذا ردت احدد مثل ما يقولون لك التركيز 30 او يقولون لك كميه الانتي بوديز، لازم استخدم هي سميها طريقه الكوانتيتيف او طريقه تحديد الكونسنتريشنز، يجب ان اعرف شنو الستاندر كير. انتم قلتوا الستاندر كير ما تعرفوه، احد عنده فكره عن يعني هسه انا الاسبوع الفات قلت شنو الستاندر كير، احد يعني تعب نفسه واسك مستر جوجلز اباوت ستاندر كير؟ ما حد؟ طلاب؟ ما حد. اوكي بالنسبه للستاندر كير، ماخذين بروتينات، بروتينات بصوره عامه، تقنيات هواي عندكم بروتينات، البروتينات مو بيها مختبر؟ بيها مختبر لو ما بيها مختبر؟ تقنيات الفصل، تقنيات الفصل الحيوي، فصل حيوي تفصل نفصل البروتينات لو شافصل، لو انا غلطانه. مو مختبر. اوكي يعني هسه بالنسبه للستاندر كيرف، ونخلي جواها خطين، الستاندر كيرف احنا اعطيك بروتين او اعطيك خليه حطمتها او اعطيك فيروس حطمته، اقول لك شوف لي كميه البروتين، خلينا نبدي من الستاندر كيرف مال البروتينات وبعدين ندخل الستاندر كيرف مال الانتي بوديز والانتيجين مال الفيروسات، خلينا نجيب متسلسلين يا طلاب. احنا انا بالنسبه للستاندر كيرف، الستاندر كيرف قلت لك هسه اخذ بكتيريا حطمتها، اقول لك شوف لي كميه البروتينات الموجوده بهذا النموذج مال البكتيريا، شلون احددها؟ ايش تتوقع؟ انت عندك ميكستشرز يعني عدد كبير جدا من البروتينات، فش نسوي احنا طلاب؟ نسوي ستاندر كيرف. شنو الستاندر كيرف؟ الستاندر كيرف هي عباره عن علاقه مثل هذا الرسم يصير، اسمحوا لي، هذا الرسم الستاندر كيرف هي عباره عن علاقه بين الاو دي الاوبتيكال دنسيتي، الاوبتيكال دنسيتي بيا جهاز اقدر اخذها الموجوده بمختبراتنا، بيا جهاز سبكتروفوتوميترز اقيس كميه الاودي اوكي، وبين الكونسريشنز. زين انا بالنسبه قاعد احدد بروتينات، عرفكم من الاي جي جي، خلينا ندخل بالبروتينات وبعدين نروح للانتي بودي والانتيجين على مود تصير الشغله متسلسله عليكم. يعني احنا كنا قبل بالمرحله الثانيه نقول لهم طريقه تقدير تركيز البروتين عن طريق باستخدام الستاندر كير، كنا نعطيه مختبر. هنا طلاب الان عندي بروتينات، شوفوا بروتينات على اي اساس احدد؟ انت بتعطيني نموذج انا ما اعرف هذا ايش قد البروتينات الموجوده بيها، فش نسوي؟ ناخذ بروتينات، بروتين معروف اللي هو بوفاين سيرم البوبين،
بوفاين سيرم البومين بروتين معروف وموجود بشكل باودر بالمخزن. كنا نستلمه البوفاين سيرم البومين بروتين، بروتين هو ستاندر يعتبر بوفاين سيرم البومين. نسوي من عنده تراكيز مختلفه، التراكيز المختلفه انا عندي اعطوني اياه بشكل باودر، فشلون احضر من عنده تركيز واحد بالجرام بيربل، واحضر من عنده 2 مللغرام بيربل، واحضر 3 مللغرام بيربل، واحضر 4 مللغرام بيربل، واحضر 5 مللغرام بيربل، واحضر 6 مللغرام بيربل. اخذ هو باودرز، شلون هاي الميديا شفتوها؟ هو بشكل باودرز يكون لونه ابيض. طلاب اوزن 1 جرام، احنا انا قلت مللغرام فاحنا نقول جرام للسهوله، اوزن 1 جرام على مود ما نحتاج للتحويل، اوزن 1 جرام بيرما، اوزن 1 جرام. هذا ال 1 جرام لما اوزنه اخذ تيوبه، هاي التيوبات اللي تستخدمها بالمختبر، التيوبات البلاستيكيه اكيد كلكم شايفيها، الحافات مالتها بالاسفل تكون الحافه مالتها بالاسفل تكون مثلثه، واذا من التبييض كاتب لك 0.5 بعدين كاتب لك 1 مل 2 1 مل 1.5 مل 2 مل 3 وهكذا، هاي التدرجات مالتها. تاخذ هاي ال 1 جرام اللي وزنتها انت طلاب وتضيفها بالتيوبه وتكمل الحجم بالدست الووترز الى هنا، ما تستخدم لا تستخدم لي سلاين وكذا، استخدم دس الووترز لان انا بدي اقيس كميه البروتين ما ابي بيها املاح، واكمل الحجم المن الواحد مل. لما اكمل الحجم واحد، الحجم واحد مل اكمله مو بالاعتماد على الواحد مل اللي اخذته من مايكرو بايبيت، اكمله بالاعتماد على الحجم الواحد مل الموجوده بالتيوبه كانما تيوبه حجميه هي. ليش؟ لان انا يمكن لما اصل الى ثلاثه اضيف هسه هاي اول تركيز خليته على جهه اللي حضرته 1 جرام بيربل، هذا ال 1 جرام بيربل اخليه بالكيوفيت واروح افحص الاودي مالته، فحصت الاودي مالته فطلعت لي اول نقطه، اقول الاودي مالته ايش قد؟ الاودي مالته على سبيل المثال 0.009، هنا حددت النقطه الاولى. النقطه الثانيه للتركيز اللي تلا 2 جرام بيرمول اوزن 2 ونفس الحاله واخذه وقيسه، فعلى اساس لحد ما اوصل الى 6 جرام بيرمول راح شنو اسوي؟ ستاندر كيرف، هذا يسمونه ستاندر كيرف، من تراكيز معروفه انا حضرتها وطلعت قيمه الاودي الها، هو هذا الستاندر كيرف طلاب، تراكيز انا اعرفها وحضرتها بداية اقيس لها الاودي، قست لها الاودي على اساس هي الرسم الستاندر كيرف، انا اقول هذا تركيز واحد يعني او اما تكتب ورق بياني او انه الجهاز هو يرسم لك الستاندر كيرف، لكن انت تثبت القراءات الموجوده به طلاب، فتثبت مثلا هذه هذا التركيز اللي راح اضيفه واحد متاسفه 1 جرام بيربل، فراسا نشوفه هو رسم لك الستاندر كيرف، يرسم لك اول نقطه انه تثبت تقول له هذا التركيز الثاني هو 2 جرام بيرمال، يثبت لك بعد ذلك النقطه ايش قد طلع بالاوبتيكال دنسيتي، بعد ان ثبته على طول موجي مناسب طلاب حسب انه الريفرنس اللي عندك على ايش قد ثبته الطول الموجي، فبالتالي تحصل على الستاندر كيرف. هسه انت كملت الستاندر كيرف، هسه تجي للسامبل مالتك، السامبل مالتك هذا ايش قد تاخذ من عنده؟ انت بنتي لما حضرت الستاندر كيرف كل حضرت بير 1 مل، فتاخذ من عنده 1 مل تمزجه زين، تاخذ من عنده 1 مل تخليه بالكيوفيت، الكيوفيت طلع هي هاي التيوب شايفيها الشفافه مال السبكتروفوتوميترز اكيد كلكم شايفيها، نسميها كيوفيت اوكي، فنخليها 1 مل ونفحص بالاوبتيكال دنسيتي، فالاوبتيكال دنسيتي على سبيل المثال اعطاني قيمه 0.3، ال 0.3 اسقط منها عمود على ستاندر كيرف ومن عمود الستاندر كيرف انزل على الكونسنتريشن، فاقول الكونسنتريشن هنا عندي هنا 14، اذا انا بحضر التركيز 14 اقول 14 جرام بير مل، هو هذا الستاندر كيرف شرحه المبسط طلاب. واضح؟ احد عنده سؤال؟ احد عنده سؤال ماما علي؟ هو هذا الستاندر كيرف، هذا بما نستفاد من عنده؟ لا دكتور بس انتي عندكم سؤال؟ طلاب رجاء فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ اعيده
واضح ان شاء الله واضح. هذا خل لا اي دكتورة ان شاء واضح. الله، هذا هو الستاندر كير. هذا بما استفاد من عنده على مود اطلع الكونسريشنز عن طريق فحص العلاجه، اطلع الكونسريشنز مال الانتيجين واقدر اطلع الكونسريشنز مال الانتيبوديز. اوكي، الانتيجين او الانتيبوديز عندنا بالنسبه هو هذا. هسه نجي هو هذا الستاندر كير. الستاندر كير هنا طلاب احنا الستاندر كير يعني الكونسريشنز مالته، لما نقول كونسريشنز خلي بالك قاعد اقول كونسريشنز، يعني من الوحدات انت تعرف هذا التركيز، جرام بير مل، ملي جرام بير مل، مايكرو جرام بير مايكرو ليترز، نانو جرام بير مايكرو ليترز او نانو جرام بير مل، هي هاي وحدات الكونسريشنز طلاب. احنا هنا طلاب شوفوا هنا انتبهوا لي، هسه على سبيل المثال هنا الكونسريشنز اوف ستاندر، انا اول تركيز حضرته هو صفر بيكومول، يعني بس دست الوتر ضفت. حتى بالنسبه الى الـ يعني الدستل ووترز اكيد يعكس لي، فشو ايش قد تعطاني الابزوربس مالته 0.115 طلاب، هاي الكميه هي تعكس لي الابزوربس مال البارتيكلز الموجوده من الدستل ووتر اللي انا استخدمته، لذلك القيم البقيه يجب ان انقصها من قيمه ال 0.115. ليش؟ حتى يطلع لي فقط التركيز الاوبتيكال ديسيتي الابسوربنس اللي صارت فقط للبارتيكلز مال البروتين، لذلك هنا كوركتد هنا. ليش يعني هاي القيمه منين اجت هنا 0.296 وهنا القيمه 0.191، هي بعد ما نقصت هاي القيمه من هاي القيمه، وبالتالي هي هاي قيمه الابسوربنس الحقيقي لان انا بس البروتين، ما عليه ببقيه البارتيكلز اذا صار فيها ابسوربنس، ويعني القيم مال الاودي. حتى هسه احنا لما كنا نشتغل بالبكتيريا نشتغل على نيوترنت بروث، نيوترنت بروث شلون لونه اصفر صح لو لا؟ هذا اللون هم يعكس لي طلاب، هم له ابسوربنس معينه، لذلك شو نقول احنا ناخذ النيوترنت بروث فارغ ونقيس الاودي مالته، فبالتالي بعد ذلك اذا ردنا نقيس الاودي مال البكتيريا شو نسوي؟ ننقص القيمة تظهر لي من قيمة البلانك، نسميه بلانك احنا، هو اللي كان فارغ وما بي اي نمو طلاب، هو هذا المتعارف. اخاف شخص يقول هاي القيمة الا من هنا، اللي هنا هسه ما هو هذا، هو هذا يعني بمختصر الستاندر كير. هنا طلاب هنا بالنسبة للستاندر كير، هذا الستاندر كير هنا طلاب اذا انت تريد تحدد الانتيبوديز على سبيل المثال تريد تستخدم هسه الاندايركت الايزا وتحدد كميه الانتيبوديز الموجوده، يعني شخص هسه احنا ورا ما اخذوا اللقاح ايش قالوا؟ قالوا لا تاخذ صيني، اخذ فايزر. يا ليش اخذ فايزر؟ انا صيني، انا بالبدايه عجبتني التقنيه اللي استخدم اللي صنعوا بها اللقاح الصيني، هي عباره عن بس لقاح متاسفه بس فايروس النمو على الفيروسات، وبعدين سحبوا كل الجينو الماده النوويه من عنده، عاملوه ماده ثانيه سحبوا الماده وبقى بس الغلاف، يعني شلون اللقاحات القديمه احنا لقحنا بها شلل الاطفال وكذا، فيعني لان كان عندنا تخوف من البدايه من الماسنجر ار ان اي وخاف جسمنا يتحسس. اوكي، فانا بدي استخدم اللقاح الصيني على سبيل المثال، لا اللقاح الصيني ما يسوي التايتر مال الانتي بوديز بجسمك عالي، لذلك فبالتالي حتى حضرنا محاضره دكتوره ما بدي اذكر اسمها، قالت انا اختي طبيبه تلقحت باللقاح الصيني وسوت التايتر، ارادت تعرف الكونسريشنز مال الانتي بوديز او التايترز مال الانتي بوديز بجسمها، فلقيتها كلش قليل يمكن حتى معدوم، فشو حددت عن طريق فحص الالايزه. اذا هاي الطريقه نتبعها احنا حتى نعرف بالنسبه للاشخاص اللي تلقحوا جسمهم استجاب للقاح، الجهاز المناعي كون انتي بوديز طلاب، هاي نستفاد من عندها. بالنسبه للانتيجين هنا يعني الانتيجين حتى تتبع عاده عمليه يعني الانتي فايرال ثيرابي، مونيتورز ذا ثيرابي اوف انتي فايرال، انا لما اعطي بهاي اذا اردت احدد الانتيجين وفحص الالايزا كونسريشنز مالته، لكن الانتي بودي الى يعني دواخر ثانيه انه انا اخذت لقاح ابدا اعرف هذا اللقاح راح يحفز المناعه بجسمي، اوكي التايتر يكون اني يعني التايتر ورا شهر شهرين ابدي اني استمر واشوف لمن راح يصير فيد للتايترز، ورا كم فتره يعني راح الانتي بوديز يقل. شوفوا الفكره مالت الالايزا كلش واسعه، قلت لكم الالايزا لها تطبيقات كلش كبيره طلاب. فاحنا هنا ناخذ بالنسبه لما ارد احدد الكونسريشنز على اي اساس احدده؟ لازم عندي ستاندر كيرف.
الستاندرد كير على اي اساس؟ هو الستاندرد كير بتراكيز الاي جي جي النانو جرام بيرمول اللي انا محضرتها، انا محضرتها طلاب، وقيسيلها الاو دي الابزوربنس مالتها 492 نانومترز، وقيسيلها الاو دي. اذا هنا انا ايش عندي؟ عندي تيوبه اشتريها جاهزه، اوكي؟ يقول لي هذا بيها الاي جي جي تركيزه مثلا 1 مايكروغرام بيربل، فانا ايش اسوي له؟ اسوي له تخفيف، اسوي له تركيز تركيز الصفر هذا اعتبره بس فقط بالصوتر، بعدين تركيز 2 وتركيز 4 وتركيز 6 وتركيز 8 وتركيز 10 وتركيز 12 و14 و16 تركيز هنا بير نانو جرام. شوفوا الستوك مالتي كان مايكروغرام بير مول، فاذا عبد اسويه واحدد هاي التراكيز من عنده عن طريق النانو جرام بير مول، يا طريقه استخدمها يا قانون استخدم سي 1 في 1 يساوي سي 2 في 2 طلاب. فعلى اساسه انت تطلع هذه التراكيز، طلعت كل تركيز تاخذه تحدد له الابزوربنس مالته تتكون عندك الستاندرد كيرف. هسه شو تسوي؟ تعال شخص اثنين شاق من اللقاح، تبدي تشوف الانتي بودي مالتك ايش قد الكونسنتريشنز مالته ورا اللقاح او ورا شهر من اللقاح موجود الانتي بودي، تاخذ الدم مالته تاخذ من عنده السيرم وتاخذ من عنده السيرم طلاب، وتجري له معاملات فحص الالايزه، تجري له معاملات فحص الالايزه بعد ان اجريت له. طبعا انت هنا حتى بالنسبه لمعاملات فحص الالايزه، ففحص تجري له معاملات فحص الالايزه. طبعا انت خلي بالك بالنسبه للستاندرد كير هنا حتى انت بالنسبه للاي جي جي هنا تجي نفس المعاملات، يعني انت لما تريد تشتغل وتحدد الكونسنتريشنز مال الانتي بوديز الويلات نفسها اللي تستخدمها لتحديد الستاندرد كير هي نفسها. يعني انا هسه بالبدايه اجيب هذا الويل اقول الكنترول، وهذا الويل اقول التركيز 2 وهذا 4 وهذا 6 وهذا 8 وهذا 10 وهذا 12 و14 و16 وهذا السامبل مالتي. السامبل مالتي هنا انا طلاب اقول هنا اجري له نفس المعاملات، ما عدا انه اني الانتي بوديز راح اضيفه. يعني انا على سبيل المثال اخذ ويلز، وهاي الويلز عاده تحتوي على الانتيجين، فاضيف بالبدايه بالنسبه للتركيز 2 التركيز 2 اي جي جي نانو جرام بير مول، هاي بالنسبه للويل اللي تكون 2 لان انا اوريدي معلمتها، وبالنسبه لبقيه التراكيز لما اوصل للسامبل مالتي لما اوصل للنموذج مالتي السامبل اضيف بالسيرم مال المريض واجرى عمليه الوش، بعد ذلك لما اضيف السكندري انتي بوديز لا جاهز اضيفها للويلات كلها من ضمنها السامبل مالتي، اضيف السبستريت اجري عمليه الوش اضيف السبستريت بعدين اروح اقرا بالجهاز. الجهاز انت هنا الجهاز دائما احنا يعني مبرمجين نسوي له سيتنج انه نضيف بالبدايه الستاندرد كيرف، اخر شيء اخلي اليوتيوب مالته بس من الستاندرد كيرف، ضفته بالبدايه كل الويلات مال الالايزه اللي استخدمتها بتحديدها الاي جي، لا نعرف كميه الاي جي جي ضفتها ايش قد طلاب، فيعطيني ستاندرد كير الطلاب. لما يعطيني ستاندرد كير اخر شيء يعطيني اضيف السامبل مالتي، السامبل مالتي ما يعرف كميه الانتي بودي الموجوده، لكن ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني ابزوربنس، هو يسقطها الابزوربنس مثلا ظهرت لي 0.3 يسقطها على الستاندرد كير، وراسا تنزل عاده على الكونسنتريشنز، فهنا يقول لي الكونسنتريشنز مالتك هو 13 نانو جرام بير مول من اي جي جي. واضحه ماما؟ احد عنده سؤال؟ اوكي، هاي بالنسبه الى الانتي بودي. شوفوا هنا الانتيجين اقدر ايضا تستطيع ان تحدد الانتيجين. هنا طلاب يعني اني بعض الاحيان اذا تشوفون بالكتات مال الالايزه ان شاء الله راح تشوفون ان شاء الله بعض الاحيان يقول لك ان هو يحدد لك الكونسنتريشنز، يقول لك هذا كونسنتريشنز مالته 2 هذا 4 هذا 5 هذا 6، وبعض الاحيان هو يعطيك ستوك وانت تحضر من عندك كونسنتريشنز. زين اني اذا اني حضرته بايدي انا شلون اعرف اني تكنيكي صحيح؟ هذا الستاندرد كير اللي حصلته هو موثوق به واقدر اعتمد عليه على مود يعطيني نتيجه صحيحه اقدر اكتبها للبيشنس المريض، حتى الطبيب يوصف له العلاج المناسب، يعرف شلون يدارك الموضوع يوصف له العلاج المناسب. هنا طلاب لما نرسم الستاندرد كيرف دائما الاجهزه ايش تعطيني؟ تعطيني قيمه نسميها ار 2 ار ار سكوير. هنا هاي القيمه طلاب يقول لك
مصداقية الستاندر كير اللي حضرتها هي 0.99 مثلا 94، احنا او بعض الاحيان يقول لك الار 2 تساوي 0.888. شوف هنا، يعني هنا لما اقول 0.99 يعني انت المصداقيه ما شاء الله 99%، يعني اوكي الستاندر كير مالتك توب. لكن اذا انت حضرتها بايدك هذا الشيء يعكس، يعكس انه الكونسريشنز انت اللي اتبعتها مضبوط، التكتيك مالتك والسكيل مالتك مضبوطه باخذ الكميه، اللي تعرفون بالمايكروبايبيت بعض الاحيان انت تضغط اكثر من الكميه تاخذ. يعني الشخص اللي ما يعني اكو احنا انت تشتغل يقول لك اشتغل براحه ايدك، لا تضغط اكثر، بعض الاحيان تاخذ اكثر من واحد مل او تاخذ اكثر من الكميه، انت اكثر يعني الاي جي جي لما اخذتها تاخذ اكثر من اثنين وانت قايل التركيز هنا اثنين. هاي اي من يعكسها، هاي تعكسها مصداقيه السموث مال الستاندر كيرف مالتك. لذلك دائما اذا طلعت لك الار 2 سكوير اقل من 95% حاول انه تعيد التراكيز مره ثانيه طلاب. هذا بالنسبه الى تحديد ذاك الانتي بوديز اللي حددناه. حتى بالنسبه للانتي بوديز والانتي جين هنا طلاب، هنا الانتي جين بحدد لك الكونسنتريشنز مايكروغرام بير مول، وهنا بحدد لك الابسوربنس 450 الى 570 نانومترز الامتصاصيه، بعطيك الستاندر كيرف. بعد ذلك يسامبل المريض يحدد قيمه الابسوربنس مالته ويسوي تسقيط على الستاندر كيرف، وبالتالي ينزل عليه الكونسنتريشنز اللي انت اصلا حضرته. انت الكونسنتريشنز هاي انت تعرفها طلاب، فبالتالي على اساسه انت تحدد، يقول لك هذا 30 بالنسبه للكونسنتريشنز مال الفيروسات حتى من ضمن فيروس الكورونا فيروس. عندنا هنا هذا هو الستاندر كير. عندنا بالنسبه للكومباتيتيف، شوفوا الطلاب اذا تنتبهون على هاي النوع من الستاندر كير، هذا الستاندر كير، ستاندر كير ده شوفه سموث، ده يجيك من الكميه القليله للكميه العاليه صح؟ لكن الكومباتيتيف ليش فصلت لكم اياها عن الطرق الاولى اللي اخذناها الدايركت والاندايركت والساندويتش؟ لان الكومباتيتيف حتى الستاندر كيرف مالته بالعكس طلاب. احنا ايش قلنا بالكومباتيتيف الايزي؟ قلنا الكومباتيتيف الايزي كلما هنا الكونسنتريشنز مال الانتي بوديز او الانتي جين الموجود بالسامبل كلما كان عندك كان لو ابزوربنس. فبالتالي انا ايش عندي؟ عندي التركيز اللي واحد طلاب، التركيز الواحد شوفوا هنا متدرجين الكونسنتريشن اوف انتي بوديز بالجرام بير مول، هاي التراكيز انت حددتها، انت حددتها هاي التراكيز طلاب، هنا التركيز وبين الابزوربنس. فحص الكومباتيتيف احنا قلنا تنطبق عليه، يعني تقدر تسوي، انا افضل اسوي اندايركت والساندويتش، هو تقدر تسوي انت ايضا دايركت. هنا طلاب بالنسبه للستاندر كيرف شوف التركيز واحد اثنين ثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه، هنا تركيز الانتي بوديز يكون قليل، لذلك الابزوربنس تكون عالي. يعني شنو هو؟ يعني اني لان هو اصلا المبدا مالته انه كلما كان الابزوربنس عالي كلما يعني هذا انه كميه الانتيجين او الانتي بودي الموجوده بسامبل المريض قليله، وبالتالي هنا عندي تركيز 10 طلاب، الابزوربنس مالته كانت عاده قليله. ليش؟ لان هنا بالتالي ما يعني الفلورز الانتي بوديز كان مرتبط مع الانزيمز اضفته ارتبط كله مع الانتي جي، يعني بالنسبه للانتي بوديز هنا نقول مو الانتي جي، الانتي بوديز اضفته طلاب ارتبط كله بالبدايه. فبالتالي هنا كل ما كانت يعني هي واحد من الكومباتيتيف الايزا طلاب شويه عود الفكره مالته انه انت كلما كان التركيز عالي كلما كانت قراءه الاودي عاليه، السيجنال عاليه، يعني انت كميه الانتي بودي او الانتي جين الموجوده بالنموذج مالتك قليله طلاب. فبعد ذلك التهاب الستاندر كير تحصل من جهاز، يعني بعد انه انت تكون عاده يعني تراكيز مختلفه من الانتي بوديز او تراكيز مختلفه من الانتي جين اذا انت تريد تحضره. بعد ذلك النموذج مالتك ايش قد بي انتي بوديز الكونسنتريشنز او ايش قد بي انتي جين، مجرد انه يطلع لك الابزوربنس مالته والابزوربنس مالته يصير فيها تسقيط على الستاندر كير، الستاندر كيرف تنزل على المحور الاكس اللي يحتوي على الكونسليشنز فيبلغك عاده شنو هو الكونسليشنز
هو هذا طرق التحديد عن طريق لسان الذكر وهي اساسيه. شخص يقول هاي اوريدي ليش تتعلمين بها؟ هي اوريدي موجوده بالمشين، نعم وانت تسوي لها سيتنج، بس على مود تفتهم انت ليش عندك ليش عندك يعني تراكيز مختلفه؟ انت لما انت صحيح هي عندك بالسيتنج وهاي، لكن انت عندك تراكيز معلومه انت تدخل على مود تعرف انت من هاي التراكيز المعلومه انت حصلت اودي من الجهاز وعلى اساسها رساله لسان الذكر، فانت النموذج مالتك راح يقرا لك الاودي فقط، والاودي القيمه مالتها عاده تسقطها على الكيرف، ومن الكيرف يتم من نقطه التقائها بالكيرف يتم تسقطها على المحور الاكسي مثل عاده الكروس ريشز بالنسبه للانتيجين او الانتي بوديز. احد عنده سؤال ماما؟ أحد عنده سؤال؟ طلاب؟ لا أوكي إن شاء الله واضح. طلاب عندي هنا سؤال لكم. How is measles not diagnosis in the acute phase؟ ما هي الطريقة التي لا يمكن أن أشخص فيها الحصبة بالطور الحاد؟ Enzyme link immunosorbent assay by plating the virus on cell cultures. Enzyme link immunosorbent assay by IgG. يا طريقة. هاي شنو طلاب؟ يا طريقة هسه الأكيوت فيس شنو هسه احنا طلاب عندنا نوعين أساسيات من الأنتيبوديز أثناء الاستجابة المناعية تتولد، يا نوع أنتيبوديز يا نوع أنتيبوديز أي جي إم والأي جي جي. أحسنتم. فاني شو انتم طبعا ماكو حتى بالامتحان بالامتحان كاتبين لي اشياء ماخذيها من الجوجل. انا اقول دائما فتحوا لي الملازم مال الماده مالتكم واخذوا منها ولا تاخذوا من جوجل، يعني مجرد فريت فره بالسؤال العالم راح جايبته من جوجل اشكال وانواع. ما اعرف على العموم هنا انا اي جي جي، فانا قاعده اقول لك اكيوت فيس، السؤال حلله بدماغك قاعد اقول لك اكيوت فيس، فمنو ما اقدر؟ Not diagnosed in the acute phase. Enzyme link immunosorbent assay by IgG. هنا ما حددت هنا enzyme link immunosorbent assay. قلت احدد اني هنا اقدر احدد الانتيجين والانتيبوديز. Whether IgM اذا قاعد احدد. By plating the virus on on a cell culture اي مزز ايضا اسوي له اقدر اسوي له culture على cell culture. اقدر اشخصه. وبالتالي من مو بس من نوع الكالتشرز اقدر اسوي له بروبجيتد على السيل كالتشرز وكاثره، وبعدين ياخذون يفحصونه بالترانسميشن الكتروميكروسكوب وهكذا. لكن الاي جي جي كنا مو الطور اللي هي طور شنو؟ الاي جي جي تتحصل عليها يا طور من الاكيوت فيس لو يا طور ثاني شو يسميه؟ كونفاليسنت ستيج فترة الشفاء، يعني انت اذا عندك الاي جي جي انت مصاب منذ فترة طويلة ومش شافي وجسمك كمان اي جي جي وبعد يعني عايش بنعيم، حتى لو يجي الفيروس مرة ثانية انصاب ما عندك اشكال. هذا هي البليت طلاب مايكرو تايتر بليت، هنا انا ما ضايفين له الستوب سوليوشنز، لو ضايفين له الستوب سوليوشنز سيل بوريك اسيد تحول للون الاصفر. فهاي طلاب يعني بعض الاحيان العينات قلت لك ما تحتاج بعض الاحيان، اذا انت تعتمد انه النتيجه بوزيتيف نيجاتيف ما نستخدم الستوب سوليوشنز، لكن اذا انت تريد تقرا وتحدد الكونسنتريشنز لا، لان انت القراءه تتم رو باي رو، فانا لما يوصل للرو الاخيره اللي انا مثلا انا مو قلت لك الرو اللي يعني مو بليته واحده انا استخدم بيه افتحها على مو بيشنت واحد او سبيسمن واحده، لازم اجمع سبيسمنات على مود اشتغل بيها، يعني عدد من البيشنتس يعني على الاقل سته يا افتح لي بليت كامله على مود اشتغل بها المثبت بها الانتيجين بالاسفل. فهاي لما لازم استخدم هنا الستوب سوليوشنز يحول لي عاده للون الاصفر، يتحول من لون الازرق للون الاصفر. طلاب شوفوا هاي الكيس، هاي قبل اسبوع اعطوني هاي الفحص. طلاب شوف هاي الفحص مال بنيه عمرها 13 سنه، هنا اخذوا اذا السامبل مالته سيرم تايب سيرم، يعني شو اول شيء طاوع علي بهذا الفحص شنو هو؟ ايش تتوقع؟
طلاب رجاء شوية تفاعل، إذا تدون تعلمون شوية تفاعلوا ويا الموضوع. أنا أعرف هاي كل هالأشياء، أنا جاي أوصل لكم إياها. فش تتوقع قرار عمر؟ شو تتوقع هسه اول شيء اذا اجاك تحليل؟ يعني ما يوم من الايام قالوا لك انت علوم حياه وتحليلات، اقرا لنا هذا التحليل، شوف لنا هذا التحليل ايش فيه، ما قال لكم هيجي؟ دكتورة، تحاليل وظائف الكبد وكذا. اي اذا هنا الكبد، هنا من راسا استرعى انتباهك، راسا باوعت عليه هنا طبعا هسه ولا لا بعدنا على كيفكم، بعدنا التهاب هو بس هو لازم شيء ورا شيء، وهو مو راسا تعرف طلاب انتم. بالنظري اخذتوا انزيم اذا تتذكرون، حاول انه الشيء النظري تاخذه اداه تطبيق، الى تطبيق بحياتك لما تشتغل بالعمل يا طلاب. هنا اول ما تباوع احنا هسه الاجهزه اغلبها الجديده تعطيك نورمال رينج، فانت تعرف من هو الطبيعي من هو مو طبيعي. اول ما يسترعى انتباهك هو الاي ال تي والاي اس تي، شوفوا الرينج يكون من 0 الى 40، شوفوا ايش قد طالع لها خطيه 1156.26 يونت بير لتر، شوفوا من المفروض هي الماكسيمم مالته 40 طلاب، هي 1000 الاي ال تي يا انزيم. اذا يمكن المحاضرات ما النظري روحوا لي الهيباتيتس، موجوده عندكم الاي ال تي، الاي ال تي والاي اس تي. الاي ال تي هي الالنين امينو ترانسفيريز، ورجعوا للمحاضرات وتلقون هذا الانزيم. والاي اس تي هو الاسبريت امينو ترانسفيريز، يمكن ما بتطرق لكم، لكن احنا هو الاساس هي الاي ال تي، لكن على مود نتاكد انه الالتهاب بالكبد لازم نسوي الاي ال تي والاي اس تي طلاب، اللي هو الالنين امينو ترانسفيريز والاسبارت امينو ترانسفيريز. خلايا الكبد لما تتحطم تنتج هاي الانزيمات طلاب. يعني هذه مجموعة الفيروسات الطبية درستهم بالتقانة، شوفتهم الكيرفات شلون تزداد مال الاي ال تي والاي اس تي طلاب. هنا هاي يعطيك انديكيتر قاعد خلايا الكبد تتحطم، ليفر سيل دامج، ودامج وشي مو طبيعي، الكونسريشنز مو طبيعي، الكونسريشنز المفروض 40. فهنا الطبيب لازم اول شيء يروح يسوي، يقول له روح سوي لي فحص هيباتيتس اي فيروس، لو بي فيروس، لو سي فيروس، اللي بيطلع بي عندها هيباتيتس اي فيروس طلاب، مع العلم ما صار عندها يرقان، بس عندها دوخه والم وتحس نفسها دايخه كانما شو واحد عنده انفلونزا، وعندها يعني غيتان، وعندها شويه الم ببطنها، فطلع عندها التهاب الكبد الفيروس نوع اي. فهذا علمك على اي تشخصه على اساس الانزيمات الاي ال تي والاي اس تي طلاب، اللي هي هاي تعطيني انديكيتر. سبحان الله كل عضو من اعضاء الجسم يفرز انزيم اذا تضرر، هذا الانزيم يعطينا انديكيتر على انه هذا العضو ده يتضرر طلاب. هو هنا بالاي ال تي والاي اس تي هنا يمكن شخص يقول لا يجوز مو التهاب الكبد الفيروس لا اي ولا بي، نعم هو عندك مثلا السداد الصفراء، هو اول مره قال خلينا نتبع الطريقه، اول شيء ايش قال لهم؟ قال لهم روحوا عيدوا الفحص بمختبر ثاني لان الكميه مو طبيعيه 1156 والمفروض يكون 40 طلاب. التهاب الكبد الفيروسي نوعي يقول اوكي وما عندك اشكال به، والطفل اذا انصاب به شافه من واحده ولا يدري وكذا، لكن دير بالكم انه دراسه اخر دراسه قريتها 50% من امريكا الجنوبيه من الاطفال يصابون بالاطفال يصابون بالهيباتيتس اي فايروس، يصير عندهم فشل بالكبد. واول عام طالبه اخوها عمره 25 سنه بمرحله انه كورونا فيروس، والاطباء قالوا لهم لا حد يفتح عيادتهم، صار عنده التهاب الكبد، لان مشكلته هذا ينتقل عن طريق الطعام والشراب، وهذا مقاوم، يعني هذا يعني التهاب الكبد الفيروسي نوع اي، انفلوب دو نون انفلوب طلاب، مغلف لو غير مغلف طلاب، مغلف لو غير مغلف، مغلف أدري، ايش قارين انتم؟ بمن امتحنتم؟
غير مغلف. نيكد فايروس يعتبر التهاب الكبد الفيروسي نوعين. صار عندك التباس بين وبين كورونا، كورونا هو المغلف. هنا يكون غير مغلف، لذلك الطلاب يعني يقاوم ظروف بيئية صعبة جدا. يعني حتى لما تغسل يدك بالصابونة ما راح تزيله، لازم انه تغسل بتخفيف معين من القاصر. فكان احز جدا هذا، وهو يعني هو ما يتحول المزمن، لا ابدا ما يتحول. اصابه حاده لو تشافى من عندها لو يفشل الكبد وتموت خلال اسبوعين. لذلك الحاله صارت انه يعني الشخص يعني اصاب به، وفتره الكوفيد 19 لما يعني كانت المستشفيات ما حد يستقبل بها الحالات، يعني حالات القلب وكذا والحالات الاخرى، يعني هذا اللي يتمرض هيجي شيء الى رب العالمين، لان لا عياده مال طبيب مفتوحه ولا المستشفيات تستقبل الا المستشفيات الاهليه اللي غرضهم الاساسي هو الربح، يمكن حتى ما يديرون بالهم عليه بصوره صحيحه. لذلك هو صاب بعمره 25 سنه، صار بفشل بالكبد وتوفى، الله يرحمه ويرحمنا جميعا. لذلك لا تستهينون بالتهاب الكبد الفيروسي نوعين. هسه هاي حاله اوكي من خلال الاي ال تي والاي اس تي، هاي عاده والتحليل مره ثانيه لانه النسبه مو طبيعيه، تاكدوا من عندها طلعت نسبه مقاربه، فقالوا لهم سووا فحوصات هيباتيتس اي بي سي، طلعت عندها هيباتيتس اي. اوكي بالنسبه لي طلاب عندنا هنا أنا قلت لكم البيشنت هاز سفر فروم، هذا راح ادز لكم اياه بالمحاضره، فاريد تحلوه وتدزوه كاساينمنت. A patient has suffered from hepatitis B virus and the doctor gave him her new medicine and recommend the lab to follow the concentrations of hepatitis B virus by ELISA assay. How can you design this experiment if you have the stock solutions for preparing the standard care؟ الستوك مالتك هو تركيز واحد مايكروغرام بير مول، والستاندر كير بالرينج تحضره شوف من 0.1 الى 500 نانو جرام بير مول، مع العلم الستوك سوليوشنز مالتك هو الهبيتاتس بي سيرفس انتيجين. انت بدي تسوي لي ديزاين مال تجربه، تحضر لي الكونستريشنز انت بالرينج من 0.1 ل 500، قيم الاو دي انت تفترضها على اساس ترسم لي الستاندر كير، تقول لي يا نوع فحص ترى الايزا راح تستخدمه وترسم لي اياه رسم مبسط، وبعد ذلك عاده تعطيني شويه يعني هنت على الريزلت، يمكن الريزلت هيك تكون يمكن الريزلت هيك تكون. طلاب هاي بشكل اسايمنت راح انزل لكم اياه. طلاب هاي فحص مختبراتي او مو مختبرات، المختبرات بصوره عامه. شو هنا يقول لك هابيتايتس بي سيرفس انتيجين كوانتيتيف، اذا بيا طريقه حدده مال السيرفس انتيجين، اذا بروتين، اذا البروتين بيا طريقه لفحص الالايزا. شوف هنا قيمه او اللي هي 2062 وبعدين 1732. شوف هنا هاي القيمه اللي اعطاك اياها، بما انه انت ايش عندك بروتينز، التركيز مالته هنا نانو جرام بير مول. طلاب هنا بكل دول العالم قالوا احنا بعد ما نمشي على مود الفحوصات تكون متساويه، دائما نمشي على الانترناشونال يونت بيرمال، فالجهاز يحولها ويعطيك اياها بشكل انترناشونال يونت بيرمال بقيمه هيباتيتس بي سيرفس انتيجين. اذا هنا فحص الالايزا. الفحص الاخر هاي لا تحديد الجينوم مال الفيروس، ان شاء الله لما اعطيكم راح اعطيكم مختبر الفايرال لود، يعني شلون تحدد الحمل الفيروسي الموجود بالجسم. اوكي هاي بعدين نتطرق لها، كميات قليله جدا اقل من 20. اذا حتى ان شاء الله نرجع لهاي الصوره ونقول هنا ليش كان هيباتيتس بي سيرفس انتيجين كميته عاليه مقارنه مع الفيروس اللي كميته تكون عند التكتبلز. هنا أنا حددت فيروس، يعني حددت الجينوم مالته طلاب على اساس الجينوم مالته. اوكي هاي البقيه هاي ما بالنسبه للهبيتايتس بي فيروس دي ان اي ديتكت، اذا ما دام هنا على الجينوم مالته لان هو الجينوم مال الهبيتايتس بي فيروس دي ان اي، وهنا مستخدم احنا لما نقول هنا لما اقول الفايرال لود ديتكشن طلاب، فهو على الرغم من انه دي ان اي لازم استخدم الريل تايم بي سي ار، الريل تايم بي سي ار لان هو اللي يحدد عاده الكونسريشنز بالاعتماد ايضا على ستاندر كيرف، لكن الستاندر كيرف بشكل خاص مرسوم بالاعتماد على الثريشولد، هاي بعدين ناخذها.
بس انت على مود تعرف هنا هذا الفحص هيبتاتس بي سيرفيس انتيجين كوانتيتيف احدده على اساس الالايز تيست. طلاب عندي انا ملاحظه كلش مهمه، دائما اذا اشتغلت ويا الهيبتاتس قلنا بينت لكم هيبتاتس بي فايروس تكشف عن الفيروس نفسه والانتيجينات ما تستخدم البلازما الانتي بودي تستخدم السيروم والهيبتاتس بي فايروس لما تشتغل بي يكون كلش خطر طلاب، لان عندك الواحد مايكروليتر يحتوي على 10 اس 10 فيرون 10 اس 10 يعني كميه كلش كبيره، اللود بالواحد مايكروليتر كلش عالي طلاب، فالبيج تشتغل بي حتى لو تشوفه نظيف حاول تعقمه مره ثانيه. بالبدايه دائما استخدم قاصر مخفف، هو هذا عدو الفيروسات، اغرق المنطقه واغسله، لان قبل فتره يشتغلون بالمختبرات الخارجيه فعندنا يعني شخص انصاب بالهبتايتس، انواع نوع من انواع الهبتايتس، هو لا يشتغل بالهبتايتس ولا يمه، انما الشخص اللي قبل اللي اشتغل على البيج كان يشتغل على الهبتايتس وما راح عقمه قبل لا يشتغل بالبكتيريا معتره راسا، خلى غراضه وبدا شغل طلاب. لا تكونوا جدا حذرين من يعني المكان اللي تشتغلون، اذا انت تشتغل ويا الفيروس ده تكون حذر، واذا اشتغلت بدون فيروس المنطقه اللي تشتغل بها يجب ان تعقم بصوره جيده. طلاب عندكم وقت اشرح لكم على شيء مبسط؟ لو ما عندكم وقت كيفكم؟ دكتوره والله تعبني صار هواي. ها الله 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 يساعدكم. اوكي اللي هنا اكتب، انا ما سجلت هاي لذلك اجيب منها اسئله على مود اشوف مقدار فهمكم، فهاي فيروس نيوتراليزيشن اسي ان شاء الله اعطيكم اياها يعني هنت بسيط على المحاضره اللي تجي ان شاء الله، بس اخذ حضوركم بتاسف طولت عليكم، بس يعني الفائدتكم اللي يريد يستفاد يعني ما يريد يستفاد خلي يفتح التليفون ويروح لغير مكان، يروح يسمع اغاني بعد التلفزيون ياكل، يريد يستفاد يعني ينتبه على المحاضرة. أنا ما أقدر أجبر